طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. سعيد جدا بلقائكم، وسأكون أسعد عندما يحقق هذا البرنامج أهداف. خلوني في البداية قبل لا أبدأ أسألكم سؤال. اللي موظف أو موظفة، يعني الآن ملتحقين بالعمل بس يكتب لي نعم الشات. اللي موظف أو موظفة يكتب لي نعم في الشات. طيب، وهم طبعا الأغلبية طلاب وطالبات، ليسوا على رأس العمل الآن، هذول الأغلبية، والقليل موجودين على ماذا؟ على رأس العمل. في كلا الحالتين تحفيز النفس في بيئة العمل مهم جدا. بالنسبة للطالب سيعد نفسه من هذه اللحظة بمجموعة من الأدوات والمهارات التي تساعد على تحفيز نفسه في حال الالتحاق بالبيئة، واللي ملتحقين بالعمل من الآن ممكن بإذن الله تعالى يبدأ في عمله بروح جديدة وبطاقة ماذا؟ وبطاقة جديدة. الموضوع كيف تحفز نفسك في بيئة العمل، أو كيف تحفز نفسك على القيام بماذا؟ على القيام بالمهمات المنوطة بك داخل المؤسسة التي تعمل. أولا، لما تيجي على برنامج تدريبي أو محاضرة أو لقاء، لا تخلي هدفك الأساسي إنه أنت تحصل على شهادة. الشهادة لها قيمة، ممكن تساعدك في الحصول على وظيفة مع غيرها من الشهادات، لكن الأهم من هذا كله أنك تحصل على مهارة أو معرفة تغير من قناعاتك، تغير من ممارساتك، ترفع درجة دافعيتك. هذه الأشياء هي أهم بكثير من حصولك على الورق، فلا تجعل همك دائما الحصول على هذه الورق. الأمر الآخر، العلم يقدر إذا وضعناه في التطبيق. لا يمكن تجد قيمة للعلم إلا عندما تضعه في التطبيق. يعني واحد يجي يقول يقرأ حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ما نقص مال من صدقة. طيب، أنت كيف تشعر بقيمة هذا أو بالنتيجة؟ إذا أنفقت تشعر بالقيمة. إذا لابد أن تقوم بمجموعة من الإجراءات لتحصل على نتيجة أنت ترضاها، أو النتيجة التي تبحث عنها. هذه نقطة جدا جوهرية لازم تحطها في بالك قبل لا تبدأ في أي برنامج. طيب، ما الذي سنحاول تحقيقه خلال هذه الساعة؟ أنا موجود معكم بإذن الله تعالى من الساعة 9 إلى الساعة 10، ساعة واحدة. سنحاول خلال هذه الساعة التعرف على ماهية التحفيز الذاتي، الإلمام بالأسباب التي تدعونا إلى تحفيز ذواتنا، لماذا نحفز ذواتنا، الإلمام بالآثار المترتبة على ضعف التحفز الذاتي، وأهم نقطة على الإطلاق، إيش المهارات أو الأدوات أو الاستراتيجيات اللي أستخدمها لتحفيز ذاتي. طبعا هذه حتخدمك بإذن الله تعالى في بيئة العمل، وستخدمك في القيام بمهماتك عموما، سواء المتعلقة بالعمل أو المتعلقة بالأسرة أو المتعلقة حتى بأهدافك الشخصية. هذه أهدافنا بإذن الله تعالى خلال هذه الساعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إذن عشان نكون واضحين ومحددين، اليوم سنجيب على 3-4 أسئلة. ما هو التحفيز؟ لماذا نحفز ذواتنا؟ كيف نحفز ذواتنا؟ ما النتائج المترتبة على تحفيز
الذات، ما هو، لماذا، كيف، ومن النتائج المترتبة على تحفيز الذات. يا ليت يا ملاك ملاك اليوم تنزلي يدك، لأنه أنت رافعاها من أول. أنت لما ترفع اليد يعني معناته في مشاركة أو شيء. طيب وصلت الفكرة؟ هذه إيش؟ هذه الشيء اللي حنا حنحاول إن شاء الله نجيب عليه اليوم في هذه الساعة. التحفيز الذاتي ما المقصود به؟ إيش القصد بالتحفيز الذاتي؟ تشجيع الذات زي ما بيقول جهاد هوساوي، أو شحن وتقوية المشاعر والأحاسيس الداخلية التي تقود الإنسان إلى تحقيق أهدافه أو تسهل عليه القيام بها. يعني أنا بشحن نفسي من الداخل لماذا؟ لتحقيق الأهداف. هذه الأهداف قد تكون أهدافي أنا الشخصية، وقد تكون أهداف المؤسسة التي أعمل فيها أو تسهل علي القيام بها. وأنا أتفق مع الإجراءات الجميلة اللي هي مواجهة المخاوف، التفاؤل، زيادة الدافع الذاتي، الهمة، دفع النفس على فعل شيء بأكمل وجه ممكن أو بأفضل صورة ممكنة، الهمة يضع الإنسان هدف ويشتغل عليه، التفاؤل الإيجابي زي ما بتقول الجوهرة. كل هذه الأشياء داخلة في عملية ماذا؟ في عملية التحفيز الذاتي. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل حنا ننطلق نحو تحفيز ذواتنا، ولا ممكن ننتظر حتى يجينا تحفيز من الخارج؟ يعني هل المنطق أنه الإنسان يحفز ذاته على القيام بالعمل، ولا ينتظر إلين يجي تحفيز من إيش؟ من الخارج. أيوة. طيب هذه النظرة منكم يعني مبشرة بالخير، لأنه في كثير بكل أسف من الموظفين إيش يقول لك؟ يقول يا أخي أنا أشتغل في المؤسسة هذه، المدير والله عمره ما قال لي شكرا. يا شيخ أنا أشتغل في المؤسسة هذه زي اللي ما يشتغل، ما في أي اهتمام، ما في مميزات، ما في مكافآت، ما في ترقيات. يا حبيبي، إذا أنت اشتغلت كويس وحفزت نفسك وانطلقت إلى تحقيق ذاتك من خلال تحقيق الأهداف في بيئة العمل أو في غيرها، صدقني ستجبر الآخرين على احترامك، وسيعترفون بك في يوم من الأيام، وتصل إلى ما تريد إليه. يعني تخيل بالله معي موظف ولا موظفة يروح على عمله مغصوب أو يروح على عمله طفشان، يعني من وين يجي الإنتاج؟ من وين يجي الإنتاج إذا أنت ما أنت مبسوط؟ أنا لو مش مبسوط أني موجود معاكم اليوم، ترى ممكن أتصل على المنظمين وأقول لهم أنا أعتذر، عندي ظرف، عندي كذا. بس أنا الحقيقة سعيد جدا أنه أنا موجود معاكم. حب العمل المنوط بك يساعدك على تقديمه بأفضل صورة، يساعدك على تقديمه بأفضل صورة. لذلك مهم جدا ألا تنتظر الآخرين حتى يقولوا لك كلمات التحفيز أو يدفعوك إلى ماذا؟ أو يدفعوك إلى الأمام. أنت ادفع نفسك للأمام، أنت ادفع نفسك للأمام. إذن هذه إيش؟ اعمل ما تحب وأحب ما تعمل. لو فرضنا أخويا مشاري إنه حنا دخلنا الشغل ويعني شعرنا إنه ما يناسبنا، إيش نقول؟ نقول لازم تحب شغلك، حتى لو كان أنت ما اخترته، لكن أنت موجود في العمل خلاص، لازم تحب شغلك. ولو تنتظر الآخرين حتى يقول لك شكرا ما حتوصل، زي ما تقول إيش؟ رويدة الصيعي. لازم أنا ألتفت لهذه النقطة لأنها جوهرية جدا، يعني قبل ماذا؟ قبل ألم. شوفوا في شريحة واحدة جاوبنا إيش يعني تحفيز الذات، إن أنت ما تنتظر شيء يجيك من الخارج، معناته أنت تولد دوافعك الداخلية وتقوي مشاعرك وأحاسيسك الداخلية
التي تقودك إلى تحقيق أهدافك أو تسهل عليك القيام بها. أنت الذي تقوم بعملية التحفيز ولا يساعدك عليه أحد، ما يساعدك أحد على التحفيز، أنت الذي سيقوم بهذا التحفيز. هذا التحفيز يدخل في دائرة برمجة عقلك، لأنك تبرمج عقلك على أمور بمقدورها أن تجعلك الشخص الأكثر نشاطاً وإنتاجية ومعرفة. أنا بعطيكم مثال. الآن حنا لما نبغى الحاسب الآلي يحل معادلة، إيش نعمل له؟ نسوي له برمجة، نعمل برنامج، وبعدين ندخل المعادلة يقوم إيش؟ يحلها. أنت نفس الطريقة، نفس الطريقة. نعم، لازم تبرمج نفسك على أنك مؤثر، ولا ما حتأثر من الأخير. يعني أنا لو دخلت على هذا البرنامج وعندي شك ولو 10% أنه الطلاب والطالبات أو الموظفين الموظفات الموظفين معي ما حيستفيدوا، لمعلوميتك حقدم هذا البرنامج بدون نفس، وبالفعل ما حتستفيد. لكن لو يجيك واحد إمكانياته قليلة ومحدودة، بس هو جاي وعنده شعور إنه قادر إنه يقدم شيء، بالفعل سيقدم شيئا رائعا. إذا باختصار شديد لازم ترفع من فهمك لذاتك وتقديرك إيش وتقديرك لها. لازم أنت تقدر نفسك، لازم تشعر فعلا أنه لديك شيء يمكن أن تقدمه للآخرين، لديك شيء يمكن أن تقدمه للمؤسسة التي تعمل فيها. يجب أن تنظر إلى مكامن الجمال ومكامن القوة الموجودة عندك. لازم تكتشف ذاتك وتعرف أنه أنت عندك نقاط قوة يجب أن يتم ماذا؟ يجب أن يتم استغلالها. من يرى نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. ما حتشوف أي حاجة حلوة إذا أنت ما تشوف نفسك كيش، إذا ما تشوف نفسك جميل، إذا ما تشوف نفسك قادر. ستتراكم عليك الأعمال وستصل إلى حد من الضغط الذي لا يمكنك من ماذا؟ من القيام بأي شيء. إذا عندك مشاركة يا بشاير، ولا يليت تنزل يدك إذا عندك مشاركة، تفضل. إذن السؤال الأول، ما هو التحفيز؟ اتفقنا عليه. الثاني، لماذا نحفز أنفسنا؟ طيب ليش الإنسان يحفز نفسه؟ ممكن يحفز نفسه عندما تنخفض إيش الطاقة. لو قلنا على الطلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز أو غيرهم من اللي حاضرين معانا اليوم، شعرتي مثلا بأنه طاقتك منخفضة وأن ودك تقدم شيء أفضل، إذا معناته أنت بحاجة إلى تحفيز ذاتك. لما تراودك مشاعر بأنه لا جدوى من تحقيق الأهداف، حذاري من الكلمة هذه. ليش؟ لأنه بعضهم إيش يقول مثلا طالبة موجودة في قسم علم النفس أو موجودة في إدارة الأعمال أو موجودة في أي تخصص كان، يجيها زميلة تجلس معاها تقول لها تعبان على إيش يا حبيبتي؟ أنت تعبان على إيش؟ ترى في النهاية ما حتتوظفي، إيش تسوي فيها شهادتك هذه؟ أنت جايبة ممتاز، طيب وبعدين؟ ما في فايدة. فتروح تسمع الكلام هذا مرة مرتين ثلاثة وقول لنفسها أي والله، هذول جالسين 3 سنوات 4 سنوات وما لقوا وظيفة وتقديراتهم عالية، معناته أنا لا جدوى من الدراسة، لا جدوى من الاجتهاد. واللي موظف موجود على رأس العمل يقول هذول موظفين لهم 10 و15 سنة يقولوا ما حد قدرنا، ما حد التفت لنا، أنا طيب ليش أشتغل؟ خليني أشتغل بحد الأدنى وخلاص. شوف كيف لما تجي المشاعر هذه أو الأفكار هذه تراودك من فترة لفترة، معناته أنت أو أنت أمس الحاجة إلى تحفيز ماذا؟ إلى تحفيز الذات. هذه نقطة. لما تراودني المشاعر إيش؟ السلبية،
لما أكون بحاجة إلى مضاعفة الجهد والإسراع في تحقيق الأهداف. طيب أنا الآن مطلوب مني أنه أنا أقدم برنامج تحفيز الذات ضمن الوظيفي، وبعد شوية حكمل بحث أنا كنت شغال عليه قبل لا أدخل عندكم، ومتصل علي زميل قال سرع لي بالملف الفلاني ومتفق. يعني أعمال كثيرة جدا، لما يكثر الشغل معناته أنا في أمس الحاجة إلى تحفيز ماذا؟ الجهد. لما أبغى أحصل على درجة أعلى، تقدير أعلى، ترقية أعلى، منصب إداري أعلى، لازم أضاعف جهدي وأسرع في تحقيق ماذا؟ أهدافي. طبعا ليس معنى الإسراع في تحقيق الأهداف إنه أنا أفذها كيف ما اتفق، لا، المهم إنه إيش؟ إنه وتيرة السرعة، يعني مو بكرة باكر بكرة باكر بكرة باكر، اليوم أنا تعبان اليوم حنام بكرة لا خليه حتى تيجي الإجازة، لا بلاشي لسه الاختبار لسه كذا، ما حننجز شيء ولا حنوصل أبدا. عندما تريد الإقدام على أي خطوة ترى أنها ناجحة، لما الإنسان يقدم على عمل أو على خطوة جديدة أو على تجربة جديدة، إذن هو بحاجة إلى أن يحفز ذاته. إذن حنا لما تنخفض الطاقة، لما تراودني الأفكار اللي تقول لي بلاش تشتغل، لما يكثر الشغل علي وأحتاج إلى مضاعفة الجهد، عندما أريد الحصول على درجة أعلى أو ترقية أعلى، أو عندما أريد الإقدام على أي خطوة أرى أنها ماذا؟ أرى أنها ناجحة. في كل الحالات هذه لازم إيش؟ لازم أضاعف جهدي. نصيحة لكل الموظفين والموظفات، الطلاب والطالبات اللي موجودين معايا، التحفيز ما حيجيك من الخارج، التحفيز لابد أن يكون من الداخل. وعلى فكرة التحفيز مو حاجة مرة صعبة، ممكن سبحان الله كوب قهوة يكون موجود بجانبي هنا يحفزني على تقديم دورة من أفضل ما يكون، ممكن ابتسامة بنتي الصغيرة لما تدخل مع الباب ممكن يعطيني وقود عالي جدا، ممكن لما أحد يرسل لي رسالة لطيفة وظريفة على جوالي ممكن يشحنني بالطاقة. فلا يطلع لي واحد ولا تطلع لي واحدة تقول لي طيب التحفيز من وين أجيبه وتصعب لي الشغلة وما أدري إيش، ممكن التحفيز يجي من شغلات بسيطة، ممكن سبحان الله لما أطلع أحضر مناسبة اجتماعية ولا أشاهد مباراة كرة قدم وأرجع ثاني مرة على شغلي، ممكن يكون هذا إيش؟ ممكن يكون هذا نقطة انطلاق بالنسبة لي، ممكن لما أنام كويس تكون نقطة انطلاق بالنسبة لي. لا تصعب الشغلة وهي إيش؟ وهي سهلة. ممكن شعوري الحلو تجاه نفسي زي ما بتقول روي صح، النظرة الإيجابية للحياة ممكن تكون، أو يسلم الواحد على أمه زي ما بيقول محمد سمير، التأمل بالطبيعة، يعني أشياء ظريفة كذا وممكن الإنسان بسببها إيش؟ بسببها ينطلق انطلاقة قوية. طيب ماذا لو لم يتم تحفيزك من الآخرين؟ يعني الناس ما حفزوك، ما لقيت، طبعا احتمال تلاقي. لا تكون استجاباتك فقط استجابات لردات الفعل، لا تكون انت ردة فعل، انت كن الفعل بنفسك، انت خليك فعل مو ردة فعل. يعني والله انا حاجلس نايم الين يجي رئيسي في العمل ويقول لي يا دكتور يعني الله انت ما قصرت يا شيخ، انت قدمت دورة اكثر من رائعة وعشان كذا في الجامعة حنكافئك. طيب اذا ما قال لي ايش اسوي؟ أضرب أخماس فسداس، أرفض البرامج التدريبية، ما أقدم أي شيء أبدا. ليش أنا أكون ردة فعل؟
ليش ما أكون أنا الفعل؟ رأي الآخرين عنك ليس بالضرورة هو رأيك عن نفسك. يعني ممكن يجيني واحد يقول لي ترى أنت ماخذ مقلب في حالك، ترى على فكرة شغلك مرة يعني متواضع، ترى أنت ما جبت حاجة جديدة. طيب هو رأيه كذا صح، بس ليس شرطا أن يكون رأيه هذا رأي صحيح أو يكون هو بالضرورة رأي عن نفسي. أنا أعلم بنفسي ولذلك أحفزها بطريقتي الخاصة. التحفيز الخارجي مهم لكنه أقل أهمية من التحفيز الداخلي. يا أنا ماني مع التطنيش يا وحيدة، أنا ماني مع التطنيش. أنا أحب دائما استشارة الآخرين والنظر إلى آرائهم، ولعلهم يقدمون لي شيئا إيش؟ شيئا يساعدني في التقدم، لكن لا أجلس يحبطني الآخرين أو أنتظر حتى يشجعني الآخرين. لا مو صحيح، مو صحيح. طيب جميل جدا، جميل الوحيدة، اتفقنا كذا. أي وأحيانا زي ما بيقول حسن ممكن سبحان الله يفتح ذهن الإنسان على أشياء هو ما يعرفها. طيب هذه نقطة جدا مهمة، ما ودنا ننتقل إلى الاستراتيجيات إلا بعد ما نكون إيش فهمنا إيش يعني تحفيز، وفهمنا ليش حنا بنحفز. طيب نجاحك يكمن في رغباتك المشتعلة. يعني لما يكون عندك رغبة في الشيء، لعلمك لن يستطيع إيقافك أحد، لن يستطيع إيقافك أحد. هذا واحد حكيم صيني من الصين، جاء شاب وقال له أنا يعني أبغى طريق النجاح، يعني أنا أريد أن أشق طريق النجاح. فقال له النجاح يكمن في رغباتك المشتعلة. قال له يعني إيش رغباتي المشتعلة؟ يعني ما فهمت. فكان في صحن موية كذا ومليء بالماء، فقال للشاب انظر إلى صورتك في الماء، يعني اجلس انظر إلى صورتك في الماء. فجلس الشاب يطالع كذا وينظر إلى صورته في الماء. استغل الحكيم هذا الفرصة وأخذ رأس الشاب وضغطه داخل إيش؟ داخل الموية. الشاب يحاول في البداية، محاولاته كانت إيش؟ كانت ضعيفة. وبعدين لما حس إنه بيموت، نهض بقوة والتفت إلى الحكيم قال له إيش؟ تبغى تموتني أنت؟ قال له شوف يا ابني، هل تعلمت شيئا؟ قال لا لم أتعلم شيء. قال في البداية كانت دوافعك ضعيفة ولذلك كانت مقاومتك ضعيفة. لما شعرت أنك ستفارق الحياة زادت الدوافع وبالتالي استطعت التخلص. شايف الحكمة الرائعة الجميلة هذه؟ يعني معناته لما يكون عندي دافعية داخلية سأنطلق بالتأكيد وسأتجاوز كل المخاطر بإذن الله وبتوفيق الله. الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللي يبذل الأسباب. ما قال ربي أنا بستجيب لكم، إيش قال؟ قال ادعوني أستجيب لكم. يعني بالعربي سوي شيء أول علشان أنا أستجيب لك. لا أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يعني لازم تسوي شيء. ولذلك الدافعية يعرفوها المتخصصين في علم النفس بأنها حالة فسيولوجية نفسية، يعني فسيولوجية جسدية نفسية، خليط من إيش؟ من النفس والجسد، تساعد الإنسان وتدفعه إلى الاتجاه نحو تحقيق الهدف أو للخلاص من حالة التوتر أنا لما أكون جيعان أكون متوتر، ليش؟ لأنه لدي حاجة، هذه الحاجة اسمها الجوع، أنا محتاج
أنا محتاج، حافز الجوع متحرك في داخلي، إيش أسوي؟ أنطلق، أطلع برا، أشغل السيارة وأروح الشارع وأدور على المطاعم. طب إيش اللي خلاني أطلع وأروح أدور على المطاعم؟ الحافز، الحافز الداخلي، جيعان، أنا جيعان. طيب لو فرضنا، لو فرضنا، وهذا الكلام كررته عليكم ترى، يمكن اللي حضروا معايا في دورة الذكاء العاطفي والنجاح الوظيفي، لكن الأشياء مرتبطة مع بعضها البعض. لو لم يكن الحافز يعمل بشكل قوي، أروح أدور باعث. طيب أنا لا أنتظر الباعث لين يجي، إيش الباعث؟ يعني دافعية خارجية، يعني تحفيز خارجي، يعني تحفيز خارجي. طيب أنا أدور، أنا أنتظره ولا أدور له؟ أدور له. طيب كيف؟ يعني مثلا لو راوية مثلا عندها تجربة نجاح، يعني سيدة أعمال، لو فرضنا أن راوية سيدة أعمال ونجحت، أنا إيش أسوي؟ أقوم أتصل عليها، لأنها بالنسبة لي هي إيش؟ باعث. أقوم أتصل عليها وأقول لها يا راوية، أنت إيش سويتي عشان تنجحي؟ إيش الخطوات اللي اتخذتيها؟ كيف استطعت أن تفتحي سلسلة مطاعم؟ كيف؟ فتجي تقول لي وتشرح لي. هي بالنسبة لي الآن إيش؟ باعث، باعث. لما تتكلم هي بالنسبة لي باعث، فيستيقظ الحافز، فأنطلق إلى ماذا؟ إلى سد هذه الحاجة أو إلى تحقيق هذا الهدف. يا جماعة الخير، أحياناً يكون الإنسان يعني كسلان، كسلان ويحس نفسه يوم يومين ثلاثة ما قرأ قرآن كريم. أول ما يشوف المصحف مثلا قدامه على المكتب، يحس إنه هذا زي الباعث، كأنه يقول له اقرأني، يقوم إيش؟ يأخذه. انتبه، وانتبه، لا تنتظر الباعث لين يجي. هو ممكن يجي، ممكن يجي من غير ما تطلبه، لكن لا تنتظره، روح دور له. ممكن الباعث يكون مقطع فيديو، ممكن الباعث يكون صديق ناجح أجلس معه، شخص متفائل. تقول كنت أحفز نفسي لأنه عندي هدف أبغى أوصله، أمل. كلام جميل. إذا كان الإنسان واثق بربه وعنده يقين تام، هذا كلام فاطمة شامي، هذا كلام عين العقل. كلما انطفأت يعني الطاقة، أفتكر كلامهم وأنجز إيش؟ وأنجز أكثر. كلام جميل. الثقة مهمة، الانتظار يؤخر كل شيء. جميل جدا. الآن لازم أركز في أنه إيش؟ الإنسان عنده مثلث، يعني كل شخص لازم يركز في المثلث. المثلث بماذا؟ الذات، يعني أنت مين؟ ما هي نقاط قوتك؟ ما هي نقاط ضعفك؟ إيش تكره؟ إيش الظروف اللي تحب تشتغل فيها؟ إيش الظروف اللي ما يعني تحدد ذاتك بشكل كويس، بعدين تحفز ذاتك اللي هو اجتماعنا عشانه اليوم. بعد ما تحفز ذاتك، تنطلق إلى شيء ينمي ذاتك. يعني هل يعقل يا جماعة الخير؟ هل يعقل مثلا واحد شغال على سبيل المثال في قسم التدريب، ولا شغال في المحاسبة، وما يروح يأخذ لي برامج في المحاسبة، ما يتعلم البرامج حقة المحاسبة؟ يعني مش معقول. لازم تنمي ذاتك، كل يوم تتعلم شغلة جديدة. صدقني إذا تعلمت شغلة جديدة هتكون بالنسبة لك إيش؟ قوة وطاقة عجيبة جدا للتقدم إلى الأمام. وصدقني ستصل في يوم من الأيام إلى تحقيق ماذا؟ إلى تحقيق ذاتك. حدد، حفز، نمي، وستصل بإذن الله تعالى إلى مرحلة الرضا عن الذات، اللي هي مرحلة تحقيقك لماذا؟ تحقيقك لذاته. وطبعا بني آدم ما يوقف أساسا، يعني
كل يوم ولو إيش، ولو هدف، ولو هدف جديد ينطلق إلى ماذا؟ إلى تحقيقه. خلينا ننطلق الآن إلى كيف، ننطلق الآن إلى كيف اللي حنا مجتمعين إيش علشان نجاوب عليه. أول نقطة في عملية التحفيز سواء في بيئة العمل أو تحفيزك لذاتك أو التحفيز في محيط أسرتك، أو أهم نقطة أن يشحن الإنسان بطارية إيمانه. لازم تكون قريب من ربنا، لابد أن يكون لك ورد يومي من القرآن. ماذا؟ من القرآن الكريم. لازم يكون كل واحد وكل واحد حاضرين معايا اليوم أقل شيء لما ينتهي البرنامج هذا أروح أحفظ أذكار الصباح اللي هي نفسها أذكار إيش؟ أذكار المساء. لازم كل صبيحة يوم، كل مساء يوم أبدأ إيش؟ أبدأ أقرأها. لازم، هذه بمثابة الشحن. أنا مرة جارنا الله يوفقه ويسعده يحفظ القرآن الكريم هو وأخوه، رغم أنه كلاهما كفيف، يعني كلاهما كفيف البصر، لكن حافظين القرآن الكريم، حافظين القرآن الكريم. وحنا بكل أسف يعني سمعته مرة ينصح ولده، أي ها المكيف باعث، نعم واحد من التحفيزات هذه كفشة مرة جميلة فعلا. سمعته مرة ينصح ولده يقول له إيش، يقول ولده يا ابني إذا جيت تبغى تذاكر أو تشتغل في عمل أو تجلس على مكتبك عشان تنجز حاجة أو شيء، أول شيء تبدأ به خذ القرآن الكريم وقرأ صفحة بعدين انطلق. خذ صفحة، الصفحة ما تأخذ منك 3 دقائق بالكثير، يقول خذ لك صفحة من القرآن الكريم بعدين انطلق. الدعاء، الإلحاح في الطلب، إيش؟ لأنك لما تحفظ الطلب لرب العالمين تطلب ولا تيأس، ولا تيأس أبدا، يجيك إيش؟ يجيك تحقيق الطلب. ولما يجيك تحقيق الطلب يحفزك للعمل أكثر. وكم يعني والله الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش. ودائما الإنسان أنا أقول لازم يضع خطة يشحن بها بطارية إيمانه، يحافظ على الفرائض، يحافظ على الرواتب، يحافظ على صلاة الضحى، يحافظ على الأقل على 2 أو 3 ركعات في قيام 3 ركعات أو 5 ركعات في قيام الليل. يعني يحاول الإنسان الاستغفار وانت طالع من الدرج، وانت طالع المصعد اذكر الله، وانت رايح المسجد، وانت جاي من المسجد ما عندك انت وقت ضايع. تعرف ليش؟ لانك انت موجود في الدنيا، الدنيا هذه اللي حنا فيها نحن الان في اختبار. تخيلوا الان وانا اقدم لكم المحاضرة هذه انا وانتم في اختبار، انا وانتم موجودين في داخل ايش؟ في داخل الاختبار. وهناك من يسجل الان، وفي صحائف سيئات وصحائف اخرى ليش؟ للحسنات. أنا وأنتم جميعاً الآن في اختبار، الآن نحن في اختبار. طيب عمرك حسيت أو أشعرت نفسك وانت نازل وانت طالع وانت تبتسم لهذا وانت تسلم على هذا وانت تساعد هذا وانت تنجز عمل لعميل، هل شعرت إنك في اختبار؟ احنا لما يكون عندنا اختبار بكرة، اختبار مادة، نكسر الدنيا. طيب أنت الآن في اختبار. هذه نقطة جدا مهمة لتحفيز ماذا؟ لتحفيز الذات. طيب واحدة من الأشياء الجميلة في التحفيز الذات على إنجاز الأعمال إنه يكون أهدافك واضحة. طيب حيطلع لي واحد ولا واحد يقول إيش زعجتونا أنتم، أهداف 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 أهداف. يا عزيزي يا عزيزتي، المسألة ما هي بصعبة. كيف؟ هذه ورقة بيضة في الليل الآن، أنا عندي بكرة شغل أو عندي مجموعة من المهمات، بس أمسك الورقة دي وأكتب إيش؟ المهمات 1
اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بشكل واضح بشكل واضح. أول مهمة، أول مهمة حضور اجتماع مثلا في العمل الساعة كذا كذا. طيب الانتهاء من كتابة تقرير عن إيش؟ عن زيارة معينة. طيب زيارة الوالد أو الوالدة مثلا، كلها أسجلها، كلها أسجلها. هذه المهمات سبحان الله لما تنكتب، لما تنكتب كتابة لحد يجي يطلع لي يقول لي أنا مهماتي في رأسي، أنا عارف أهدافي. لا 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 لا، اكتبها كتابة. لما تكتبها كتابة تتحقق. حتى سبحان الله زي ما قالت ملاك، والحديث لجميع من معنا، لما تجي تحط رأسك على المخدة وتبغى ترقد، عقلك يجي يقول لك إيش؟ بكرة ترى عندك اجتماع الساعة 12، انتبه تنسى. طيب شوية كذا عقلك يقول لك ترى عندك موعد بعد صلاة العصر، ترى في اختبار بعد بكرة، لازم بكرة تكون شغال مذاكر. خلاص ما يجيك نوم، راح النوم. طيب أنا ماني بطبيب ولا عندي سالفة بالطب، لكن عندي دواء كذا بسيط. الشغلة هذه بكل بساطة انزع المهمة من دماغك وحطها على الورق، بس انزع المهمة من دماغك، شيلها من دماغك وحطها في ايش؟ شوف أجفان تقول في تقرير لازم تسويه بكرة، اكتبيه على الورق الآن، الآن اكتبيه على الورق. انزع شيلها من دماغك واكتبها على ايش؟ واكتبها على الورق. لما تكتبها على الورق خلاص عقلك ما يقول لك، عقلك ما يقول لك ترى في مهمة كذا، خلاص انكتبت على الورق، بكرة أنا حتذكرها، لا تزعجني، ويجيك النوم بكل هدوء. حلو؟ طيب برضو أنا عندي أهداف قدام ودي أوصل لها، أبغى أحصل على مؤهل أعلى، أريد أن أحصل على ترقية أعلى، أريد أن يعني أشياء كثيرة. إيش يقول براين تريسي؟ يقول إن الشجعان، شوف الشجعان كيف وصف جميل، إن الشجعان هم هؤلاء الذين لديهم حلم وأمامهم هدف ويضعون خطة للتحرك ويتخذون الخطوة الأولى بلا أي تأمينات أو ضمانات بأن تتوج جهودهم بالنجاح. حط هدف، ضع خطة، حرك الخطوة الأولى، مو شرط يكون عندك ضمانات. لا تجي تقول يعني بعض الطلاب الله يهديهم يخلص بكالوريوس، أوكي؟ وأنا واجهت كثير منهم طلاب وطالبات يخلص بكالوريوس ويبغى يتقدم على الماستر، يجي يقول بس أنا خايف إنه ما أنقبل، خايف بعد التعب هذا كله إنه أنا ما أنقبل. طيب وخير يا طيب، ما انقبلت جرب السنة اللي بعدها، ما انقبلت في جامعة الملك عبد العزيز جرب في جامعة أخرى، ما انقبلت السنة هذه جرب السنة اللي بعدها. إيش الكلام هذا يا حبيبي؟ أنت تعرف وأنا أعرف أن القبول في الماستر يحتاج كم؟ يحتاج 3 معايير بل 4. إيش المعايير؟ المعدل. طب أنتوا دحين جالسين تدرسوا جيبوا معدل عالي، دحين اشتغل على نفسك وجيب معدل عالي، نقطة. 2 اللغة الإنجليزية، اشتغل على نفسك الآن في اللغة، اشتغل على نفسك في اللغة عشان تتجاوز الاختبار، اختبار التوفل. طيب اختبار قدرات الجامعيين، لا تحط لي يدك على خدك وتقول لي حيقبلوني حما يقبلوني. روح اشترك في دورة، اشترك في برنامج يأهلك الاختبار إيش؟ قدرات الجامعيين، وادخل الاختبار. طيب ما جبت درجة كويسة الآن، جيب درجة في المرة إيش؟ الثانية. توصيات من الدكاترة من بعد ما تتخرج مباشرة، روح جيب 4-5 توصيات من الدكاترة. طيب
ايش المعيار الخامس؟ المعيار الخامس لما ينتقل الملف من الدراسات العليا يروح على الكليه، الكليه تنظر الى ايش؟ الى خبراتك وتدريبك وانشطتك اللي انت اشتركت فيها وساعاتك التطوعيه. طب اشتغل عليها الان. الان اللي حاضرين معي الدوره خلاص هذه حيحطوها في الملف، بكره تروح للكليه يقولوا ها كم ساعه تدريبيه عنده؟ قال والله تجاوز 100، اذا اعطيه الدرجه كامله. انتبه، فانت الان حاط هدف، حط خطه. ايش الخطه؟ الخطه مقسمه، المعدل، اللغه الانجليزيه، قدرات الجامعيين، التوصيات، التدريب والخبرات، وقوم اشتغل عليها كلها. بكره انا محتاج اتصل عليه يعني الله القبل يتوسط لي. اللي ما ياكل بيده ما يشبع. اتمنى تكون الفكره ايش؟ تكون الفكره وصلت لكم. هذه نقطه. طيب اذا قلنا في البدايه العلاقه مع الله، بعدين جينا على ايش؟ على تحديد ايش؟ الاهداف. ممكن يكون الهدف قصير الاجل، زي حضور برنامج كيف تحفز ذاتك في بيئه العمل. مكتوب الهدف، اكتبوه، اكتبوه عندكم في الخطة. خلص يعني الله القرن الساعة 10، استلمتوا الشهادة روحوا عليها واكتبوا ايش؟ كم دن خلصنا منه. هروح احضر دورة ثانية واسجل، صح؟ هذه اهداف قصيرة الاجل. طيب لما يبغى يحصل على قيادة الحاسب الآلي يحتاج على الاقل الى 6 اشهر. هذا ايش؟ شوف رهف تقول هذه سياستي، برافو، مره برافو. هدف متوسط الاجل الحصول على ايش؟ رخصه قياده الحاسب الالي. طيب انا بقول لكم شيء وانتبهوا لهذه الشغله. في عالم الاعمال، عالم الاعمال يحتاجوا الشهادات الاحترافيه. زي ايش شهاده احترافيه؟ زي الشهادة احترافية، زي شهادة الـ PMP إدارة المشاريع الاحترافية، هذه شهادة احترافية. طيب إذا أنت حاس إن شهادات الموارد البشرية مثلا TOT، إذا أنت تعرف الشهادات الاحترافية روح اشتغل عليها يا رجل. فلوسك هذه، الفلوس هذه اللي انت دافعها 2200 ولا 3000 ولا 5000 لا تحسب لها الآن أبدا. ليش؟ لأنها بإذن الله وبفضل الله حترجع لك إيش؟ حترجع لك أضعاف مضاعفة. هي اللي حتفيدك، هذه حتنقلك نقلة نوعية بإذن الله تعالى. فأتمنى اللي موجودين معايا اليوم، اللي موجودين معايا اليوم، يا ابويا انت ما تحتاجني والله يا سالم، يعني انت اذا عندك مجال معين بمجرد ما تسال او تستفتي عمنا جوجل عن الشهادات الاحترافيه في هذا المجال، اذا انت اداره اعمال، اذا انت في الحاسب الالي، الله اعلم انت ايش تخصصك، لازم تعرف ايش الشهادات الاحترافيه اللي ايش اللي بتنعطي، وما تروح تاخذني هي من مركز مضروب ولا من مؤسسه مضروبه. روح شوف الجامعات اللي تقدمها، شوف الجهات الموثوق بها اللي تقدم هذه الشهادات. هذه نقطة جدا جوهرية. ممكن يكون عندك هدف طويل، ايش؟ طويل الأجل، زي مثلا انت موظف توك يعني في اول السلم الوظيفي والتحقت بوظيفة حلوة، بس انت راسم حقيقة. أنا ما أتمنى أنك تقول للناس اللي حواليك أنك راسم هذا الشيء، يعني خليه هدف مع نفسك على قوله، أنك تبغى تكون مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة اللي أنت فيها. هذا هدف طويل الأجل. كم يحتاج؟ ممكن يحتاج أن تجلس في الـ ذا 5 سنوات حتى تكون مدير للموارد إيش؟ البشرية. ممكن يعني بالحد الأدنى، معليش أنا ترى يعني
ما اشتغلت هذا الشغل بس أنا بفكر معك بصوت مسموع بس أبفكر معك بصوت مسموع. فطيب يقوم يسأل نفسه أنت حطيت هدف صح؟ عندك حلم وحطيت هدف، طيب لازم تحط خطة. طيب الخطة من وين أجيبها؟ بسيط، الآن أروح أدخل على الشركات والمؤسسات زي سابك زي أرامكو أو أي شركة، شركة عبد اللطيف جميل، شركة أيا كانت الشركة، وأروح أشوف مدير الموارد البشرية وأخذ الوصف الوظيفي له. الآن لو أي واحد منكم بعد الدورة يكتب وصف وظيفي لوظيفة مدير الموارد البشرية يطلع لك على طول. طيب أمسك الوصف الوظيفي، إيش مكتوب فيه الوصف الوظيفي؟ مكتوب فيه إيش المهارات المهمة لمدير الموارد البشرية، إيش الخبرات اللي لازم يأخذها مدير الموارد البشرية، إيش الشهادات الاحترافية اللي لازم يحصل عليها مدير الموارد البشرية. طيب أروح أشتغل عليها، أروح أشتغل عليها، أشتغل وأعمل وأقنع الناس اللي حواليا إني كفء وإني قادر على تحقيق ماذا؟ على تحقيق الهدف. يا رجل الناس اللي أثبتت نفسها في مؤسسة لقت لها عروض يتصلوا عليهم شركات أخرى ومؤسسات أخرى، كيف؟ يعني مثلا أعطيك مثال، مديرك في العمل شافك شغال، مديرك في العمل شافك متحفز وشغال وكذا، هذا المدير لقاله عرض في مكان آخر وانتقل، فلما جلس هناك سألوه الشركة قالوا له حنا نحتاج كذا، قال طيب يا أخي في 2 موظفين كانوا معايا في الشركة السابقة وشغلهم جدا جميل، أنا أبغى أجيبهم هنا، بس على فكرة هم رواتبهم هناك 7,000، أنا أبغى أعطيهم 12. يجي يقول له ما عندنا مانع جيبهم. ألو حبيبي يا فلان يا فلانة، عندنا لكم كذا كذا كذا، تيجي توقع عقد جديد 12,000 وتستلم. إيش السبب؟ شغلك عملك، شغلك عملك. والله يا جماعة الخير انتبهوا مني، يعني ركزوا معي في الكلام اللي بقول لكم، ركزوا معي الله يخليكم في الكلام اللي بقول لكم. أنا مرة من المرات جاني عرض في مستشفى الحرس الوطني، طبعا أنا شغلي أنا شغلي عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز، شغلي إيش هو؟ محاضرات، بس عندي شغل خارجي في التدريب. المهم جاني اتصال انه نبغاك تدرب الكادر الصحي في المستشفى لمدة 2 يوم. الحمد لله اعطوني عرض كويس ويومين، فجيتهم هناك وخلصت البرنامج، كانت الانطباعات جدا حلوة. بعدين جلست مع مدير التدريب، جلست اسولف معه، قلت انتم كيف وصلتم لي يعني الله القرني؟ هل من حسابه في تويتر مثلا، ولا من برنامج تلفزيوني، ولا زي ما قالت هديد، هذه حضرت معايا قبل كده، قالت ايش؟ قالت واحد، قال واحد من طلابك، واحد من طلابك ازعجنا، قريب لي وكل ما قابلته قال يعني الله القرني يعني الله القرني، جيبوا يعني الله القرني جيبوا يعني الله القرني، وقول والله لفيت الدنيا، رقمك ما كان معه، ولفيت الدنيا لين جبت رقمك واتصلت عليك ابغى اشوف يا اخي، والحمد لله كانت توصيته في محل. يا الله، هل كان يتوقع يعني الله القرني انه واحد من طلابه يجيب له عرض زي هذا؟ ما كنت اتوقع. بس شوف لما تيجي وانت متحفز على شغلك وعلى عملك الله سبحانه وتعالى يعطيك. تقول عجبتني، ايوه الله يرزقنا واحد نشبه زي ها. طيب والله ان النشبه ما هو كويس، بس في حاجات هذه مره كويس. طيب ها شوفوا، الحمد لله ملك صلاح مهدي تقول نفس اللي بيصير مع زوجي، كل 2-3 ينتقل لشركه افضل بسبب اجتهاده في العمل. اللهم لك الحمد، هذا انا قلت كلام وشاهد شاهد من اهلي. انتبهوا، شوفوا يا جماعة الخير هذا قدامكم دليل. لذلك لا تنتظر أحد يحفزك، اشتغل على نفسك، حط أهداف وحقق،
حط أهداف وحقق، اخدم المؤسسة اللي أنت فيها، كسر حالك وشوف وحط رضا الله سبحانه وتعالى إيش قدام عينك، وصدقني ستأتيك الدنيا وهي راغمة. أكرر، لما تحط رضا الله سبحانه وتعالى قدام عينك ستأتيك الدنيا وهي راغمة أصبا عنها هتجي. يا الله صدقوا ما أخذت بالي، بقي 8 دقائق فقط. طيب، تخلص من التسويف. التسويف إشكالية مرة كبيرة، فخلونا نشوف. أنا حأعطيكم دواء جميل، كبسولة رائعة للخلاص من التسويف، وحتدعي لي على قولهم دواء واحدة بواحدة. طيب تعالوا معي، مو في واحدة موجودة معانا أو واحد من الزملاء قال إنه مطلوب منه تقرير بكرة، وحبيبنا جاي إيش جاي يحضر الدورة وهو ما خلص تقريره. أنا حرسل له رسالة وافهموا أنتم، افهموا أنتم. طيب خليكم معي، أسلوب جميل جداً يسمونه أسلوب 7 دقائق. تبغى تخليه أسلوب 10 دقائق كيفك، ما عندي مانع، سمي زي ما تبغى. عمل تشعر بعدم الرغبة فيه، يعني عندك اختبار بكرة ومالك نفس تذاكري، عندك تقرير مطلوب منك بعد يومين ومالك نفس تبدأ فيه، طلب منك رئيسك في العمل البحث عن تجربة معينة في شركة مشابهة وما طلعت التجربة لحد الآن، إيش المطلوب؟ المطلوب اعط نفسك أو اعطي نفسك 7 دقائق فقط كبداية في تنفيذ العمل، ما نبغى إلا 7 دقائق. إيش حنسوي؟ لو هو اختبار حمسك الكتاب، حمسك الكتاب وأبدأ أفتح أول صفحة واستمر لمدة 7 دقائق أقرأ الصفحة إيش الأولى، ماشي الحال؟ طيب لو هو تقرير أبدأ أكتب على الغلاف تقرير عن كذا 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 كذا، ماشي؟ أفتح الصفحة الأولى 7 دقائق أكتب أهداف التقرير. ليش أنا بسوي هذا التقرير؟ حتنتهي 7 دقائق. كلفك الدكتور بعمل مثلا اعمل بحث مثلا عن إدارة الموارد البشرية، أكتب العنوان إدارة الموارد البشرية، أفتح ملف وورد إدارة الموارد البشرية، عمل الطالبة فلانة بنت فلان، إشراف الدكتورة فلانة، افتح الصفحة، مرت 7 دقائق. بعد انتهاء 7 دقائق إذا شعرت برغبة في المواصلة استمر حتى النهاية، وهذا ما سيحدث بنسبة 99%. وإذا لا، وهي حالات نادرة جدا، اترك العمل لوقت آخر ومنحه 7 دقائق. والله يا جماعة الخير، أحيانا يكون عندي بحث وسبحان الله أقدم رجل وآخر الثاني أقدم رجل وآخر، الفكرة واضحة بالنسبة لي، أول ما أبدأ وأكتب في المقدمة ولو يعني جزء بسيط نصف صفحة ألاقي نفسي منتعش وشوية إلا وأنا مكمل 4 صفحات، يا الله. فانتبه، اعطي بداية بس، اعطي إيش؟ اعطي بداية فقط. لما تعطي بداية صدقني إيش؟ ستنطلق حتى إيش؟ حتى النهاية. تخيل مشاريعك وهي محققة، يعني إذا أنت متخيل، إذا أنت تبغى تكون مدير موارد بشرية، تخيل أنك صرت مدير موارد بشرية واجلس على المكتب، قل له محمد الله يخليك التقرير اللي طلبتك هو إيش سويت فيه؟ إيش سويت فيه؟ طيب ضف لي عليه بالله نقطة أخرى كذا كذا، أنت سولف مع حالك، سولف مع نفسك، اعمل نفسك انك ايش؟ انك محقق ايش؟ محقق هذا الهدف. اذا انت متخيل نفسك ضيف على قناة فضائية، ضيف على قناة فضائية، اجلس مع نفسك كذا وكأنك تكلم
كانك ترد على أسئلة المذيع. المسألة طبعا مش الشغلة، معليش أنا ترى مش زي المدربين اللي يقول لك تخيل تخيل وحتتحقق، لا 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 أبدا، عمرك ما حتسمع هذا الكلام مني. أنا أقول لك تخيل وفي نفس الوقت سوي إجراءات، اعمل إجراءات، اعمل إجراءات، حفز نفسك وتخيل المشهد وفي نفس الوقت إيش سوي إجراءات، كافئ نفسك، كافئ نفسك، كافئ نفسك بكوب قهوة، كافئ نفسك بطلعة بر، اطلع البر وشب النار واجلس إلى الساعة 12 يوم الخميس ليوم الجمعة، تأمل، جلسة تدليك، حمام بخار، مشي في مكان جميل، نوم لست ساعات متصلة، ارقد من الساعة 10:30، ما تقعد لي سهران لين الساعة 2 الساعة 3 وتقوم لي على 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 البلاك بورد وعيونك مفقعة وحالتك حالة وتقول تبغى تسوي شيء في حياتك، هذا مو صحيح، مو صحيح. أنا أقدم مكافأة لنفسي علشان أبذل إيش العشاء. الآن لما تيجي تطلب عشاء من برا ترى العشاء يجيب السعادة، إذا أنا أكلمكم دحين وأنا مشتاق، العشاء يجيب السعادة وهو يعتبر محفز، يعني أنا بطلب من المكان الفلاني مقابل إنه أنا أشتغل. ولذلك أنا عندي فتوى دائما معصوبة البركة فيك ترسل البيت يلا. طيب فأنا بقول إنه اللهم صل، نسيتني الكلمة والله لما جبت الطاري المعصوب الله يسامحك والله نسيتها خلاص، راحت الله يسامحك. طيب ليش؟ لأن الإنسان لما يعتني بجسده، لما يعتني بجسده يشرب قهوة، يأكل تمر، يطلع يتعشى كويس، يفطر في الصباح بدري، العناية بيش بالجسد تؤدي إلى صحة نفسية، والصحة النفسية تزيد درجة الثقة بالنفس، وبالتالي يتحفز الإنسان على ماذا؟ على إيش؟ على أداء، على أداء العمل. تعلم وطور مهاراتك، تعلم كيف تتواصل مع الآخرين. ليش؟ لأن أغلب الفرص يتم اقتناصها بجمال الاتصال. لما تتصل كويس معناته أنت الآن يعني تسير باتجاه اقتناص ماذا؟ باتجاه اقتناص الفرص. وأنا قلت لكم في المرة الماضية لما جابوا الشاعرة الصغيرة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايد، قدمت نفسها بشكل كويس، لما اتصلت بشكل كويس اليوم الثاني على طول انهالت عليها عروض ماذا؟ عروض العمل. والله يا شباب يا بنات، لما يكون عندي حساب على تويتر، بس حساب على تويتر، وأطلع في مقطع في دقيقتين، في دقيقتين أطلع في مقطع، بس أقدم نفسي صح، أقدم نفسي كويس، سبحان الله يجي عليه رتويت عالي، يجي عليه لايكات عالي، وفجأة كذا يجيني إيش اتصال أقول لك نبغى نعمل معاك كذا، نبغاك في شغلة كذا، كلها بمقابل مادي. روح لازم، انا طبعا انا ضد انه الواحد يبذل مجهود عشان بس يكون مشهور. احنا لو نبغى نكون مشاهير حنجيب العيد، نجيب الطاعه كذا ونصير مشاهير في يوم وليله، بس انا ابغى مشهور على ايش؟ على اساس، على قاعده صلبه، على علم، على نقاط قوه، هذا اللي احنا نبغاه، معرفه قدراتك واتقان استغلالها. ابحث عن مكان تستفيد فيه وتفيد، اقرأ، كثر القراية، مناطق الراحة، مناطق الراحة وجدت لتسترخي فيها وليس لتعيش فيها. بكل أسف شبابنا وبناتنا اليوم، بكل أسف إذا عندهم يوم إجازة نوم، نوم للظهر، نوم للعصر، نوم، إيش هذا؟ مين قال لكم إنه مناطق الراحة موجود عشان تسترخي بس أنت حالك فيها؟ وجدت
مو عشان تسكن فيها، وجدت لتسترخي وبعدين تنطلق. ولذلك أنا عندي إيش فتوى، شوف ذكرتها الحين، الله يسامحك اللي جاب طاري المعصوم، ذكرت الفتوى حقي. قلت في الفتوى لا يجوز لك مطلقا أن تمنح نفسك مكافأة ما لم تقدم إنجازا. المكافآت هذه اعتبرها مناط طاح، عشاء، نوم، استرخاء، جلسة حبايب، أي هذه الشغلات، هذه الشغلات تسترخي فيها، مو تعيش فيها، مو تعيش فيها. يعني تخرج من نومة على أكلة، ومن أكلة على قعدة، وبعدين إيش الحياة دي؟ لازم كمان تكون فضولي علشان تتعلم زيادة. يعني قريت عن شيء، روح دور اقرأ فيه، احضر دورة، شوف، علشان ترجع أقوى. بيش اصحب الأشخاص الذين يمكن أن يجعلوك أفضل. انتق الناس، انتقي صديقاتك، انتق أصدقائك. أنا ماني ضد الأصدقاء والصديقات اللي دمهم خفيف ولطيفين، هذول حلوين مرة في الحياة، يعني مطلوبين في الحياة، بس ما يكونوا كل أصحابي زي كذا، ما يكونوا كل أصحابي زي كذا. لازم يكون عندي واحد كذا جاد شوية، لما أجلس معه أستفيد، لما أجلس معه يفتح ذهني على شغلة، إيش، على شغلة جديدة. هذه مهمة جدا أن الإنسان يدون أسماء هؤلاء الناجحين علشان يستفيد، إيش، عشان يستفيد منهم. حفز نفسك، يعني شد حيلك علشان تتجاوز. لو سالم أبو بكر، سالم أبو بكر سالم، أنت ولد الفنان أبو بكر سالم؟ لا تكون أنت ولد الفنان أبو بكر سالم بالفقيه. طيب، بغيتك تغني لنا كذا بس، ما ماشي. طيب، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب. هذا سبحان الله، شوف قديش سبحان الله، يعني ربنا جاب اسمك كذا عشان أقرأه وادعي له كذا، ادعي له الله يرحمه يا شيخ ويسكنه فسيح جناته يا رب. بعض الناس تزعل لما ادعي لواحد مطرب، لا انا ادعي له، يعني ربنا يرحمه ان شاء الله. المنافسة الحقيقية يا شباب يا بنات هي مع النفس، مع الذات، مع الذات. تبغوا تتخلصوا من الحقد والحسد وأمراض القلوب والشغلات اللي ما الأمة داعي هذه، قل لنفسك كذا: نادي اليوم هنا، نادي غدا هناك، بشاير اليوم هنا، بشاير غدا هناك. يعني أنا أسابق نفسي، أنا أشتغل على نفسي. أنا اليوم ما عندي شهادة احترافية، بعد مرور 3 أشهر لدي أول شهادة احترافية حصلت عليها. يا سلام، إذن أنت بعد 3 أشهر تطورت، تغيرت، صرت شغلة جديدة. طيب بعدها قرأت كتاب، يا سلام، معناته أنت بعد قراءة الكتاب تطورت وتغيرت، معناته أنت جالس تسابق نفسك فقط، ولا تسابق إيش، ولا تسابق الآخرين. يعني بعض الناس في بيئة العمل إذا شاف زميله مترقي زعل، إذا شاف زميله بدع زعل. يا أبوي مالك ومالهم، أنت مالك ومالهم، ربنا حيسألك عنهم، حيسألك عن نفسك أنت، أنت إيش دخلك فيهم؟ خليه إيش حياته، رقى إن شاء الله يصير مدير عام، زاد راتبه إن شاء الله بدل 20 يصير 50. أنت خسران شيء؟ أنت لما الناس تنجح أنت خسران؟ أنت ما أنت خسران شيء. ولذلك روح اشتغل على نفسك أنت بس، روح اشتغل على حال. المهم أن تكون المنافسة مع الذات، لأن هذه هي اللي إيش، هي اللي حتخلي شخص يعني يتفوق على شخص آخر. ساعد الآخرين. لما يكون عندك زملاء في بيئة العمل، لما يكون أنت عندك صديقات في الجامعة، لما يكون عندك طلاب في أصدقاء في الجامعة، ساعدهم. يعني أنا الآن خلصت مثلاً المستوى الثاني، أروح أساعد اللي في السنة التحضيرية. إيش عندك مشاكل؟ أقدر أخدمك بشيء؟ يقول لي والله ما أدري، أنا عندي شعبة، إيش رأيك أسجل؟ طيب ساعد الناس. ليش؟
لأن مساعدة الآخرين ستساعدك على التحفز، ستحفزك من الذات. والله أنا دائما أقول يا شباب يا بنات اطلعوا الشارع برا كذا وتصدقوا، هذه مساعدة للآخرين. لما تشوف وجوه الناس بعد الصدقة هذه في حد ذاتها ابتساماتهم وضحكهم ودعائهم لك شحن مو طبيعي. طيب انت رحت المطعم الآن واخدت لك نص دجاجة شواية مع نفر رز بخاري، طيب خذ لك ثلاث وجبات أخرى وانت طالع سلمها لثلاثة عمال، شوفهم جايين للمطعم، قبل ما يجوا على المطعم تعطي هذا واحدة وتعطي هذا واحدة وتعطي هذا واحدة وبعدين تمشي. ايوه واضح جيعان والله واضح، ما يبغى لها كلام. فشوف المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا بكل أسف لا يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ما وجدوا واحد ولا واحدة طلع منهم غلط سووا له هاشتاج ترند عشان يعلموا الناس. أبوي أنت جالس تجيب على نفسك سيل من السيئات، سيل من السيئات أنت في غنى عنها. يا أخي ادعي لهم لما تشوف ربنا ابتلاهم قل الله لا يبتلينا، وادعي لهم اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. خليك حسن الظن بالآخرين، لا تعتقد أن اللي حولك من الموظفين والزملاء والطلاب يتربصون بك، لا تتخيل أنه كل الناس تكرهك. ترى أنت ما أنت محور الكون على فكرة، أنت ما أنت محور الكون. هذا عشاني، هذا يسوي كذا، أنت ماخذ مقلب في حالك بصراحة أقولها لك، ولا تزعل مني إذا أحد يفكر بالشكل ذا انه هذا يكرهني وهذا مدري ايش. انت مين عشان يكرهوك ولا علشان يسووا فيك ولا؟ روح اشتغل على نفسك، ما حد فضيله. معليش انا اسف على كلمه انت مين، يعني معليش احيانا لما اخرج عن طوري يطلع مني شغلات يعني فسامحوني، لكن ترى ما حد فضيلك. روح اشتغل على نفسك، روح اشتغل على نفسك، ما لك وما لك. طب لو عندنا تأكيد إنه فلان يحسدك ولا فلانة تحسدك، طيب روح اشتغل على نفسك وحقق أهدافك، في يوم من الأيام حيقتنع فيك وإيش ويتركك لحالك. لازم أكون حسن الظن. أحيانا يقول لك كن ساذجا في حسن الظن، يعني مرة والله يعني أحد الصالحين أحد السلف يقول والله شوف كيف، لو رأيت أحدا على قمة جبل ويصيح ويقول أنا ربكم الأعلى لقلت إنه يقرأ الآية، ولو رأيت أحدهم وعلى وجهه الخمر لقلت سكبت عليه، يعني ما شربها سكبت عليه. شوف الجمال كيف في حسن الظن. النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني إحسان للظن. حنا سبحان الله من يعني شاطرين في إساءة الظن بالآخرين، حتى سبحان الله يقول لك اتق شر من أحسنت إليه. ترى هذا المثل له قصة، له قصة، يعني هو بني على قصة، بس ما تتخذوا أنت منهج حياة. مو كل ما أعطيت شخص شيء تقول هذا اللي أحسنت له اليوم بكرة حياكلني، بكرة حينهشني، بكرة لا 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 لا, لا. ابدا ما حيحصل هذا نهائيا. هذا المثل قيل في قصه قديمه حصلت، وهذا مثل مو حكمه تتمثلها في حياتك. واكيد الانسان اللي خالي من هذه الاحقاد سيكون متحفز ذاتيا، وبالتالي يستطيع ان يحقق ماذا؟ ان يحقق ذاته. انا متواجد كثيرا على حسابي ايش؟ في تويتر، ودائما انزل برامج كثيرة للطلاب والطالبات ولجميع أفراد المجتمع. في النهاية أقول لكم لي ولك
نجمتان وبدراني في شرفات الفلك، ولنا مطر واحد كلما بل ناحيتي بل لك. هذا أنا يعني الله بن علي بن يعني الله القرني، كنت سعيدا جدا بلقائكم، وسأكون أسعد عندما أراكم مرة أخرى. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.